شكرا سي ابو بكر، بارك الله فيك. شكرا للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات على هذه الدعوه، وشكرا لهم كذلك على هذه البادره تحت يافطه اقتصادنا اولا في هذه السلسله من الحوارات او المناظرات الاقتصاديه. اليوم الموضوع يتناول العلاقه مع الاطراف الاجتماعيه، ونحن على موعد انتخابي قريب. نتمنى لكم الكل النجاح والتوفيق. ننتظر منكم برامج تضع الاقتصاد كأولوية من الأولويات الوطنية، تضع مكانة مميزة للقطاع الخاص، المكانة التي يستحق، تضع انتظارات الشباب العاطل العمل اللي يبحث عن مواطن شغل، وبالتالي يلزمنا نوفر له مناخ ملائم لبعض المؤسسات ولخلق مواطن شغل. عديد منكم سيكون في السلطة التشريعية التي ستصوت وتصادق على القوانين وعلى الجانب التشريعي اللي ينظم حياة المؤسسة واللي ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. منكم من سيكون في الحكم، يدينا مفتوحة ليه للتعاون والشراكة. منكم من سيكون في المعارضة. الديمقراطية تتسع للجميع، وجزء من الديمقراطية هي المقاربة التشاركية ليكون فيها هذا العقد الوطني المتجدد، عقد وطني انطلق من نهاية الأربعينات بتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وسنة بعد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في ظرف معين، ظرف حركة وطنية. ولكن هذا العقد الوطني تجدد في المجلس القومي التأسيسي، تجدد في 2013، تجدد في بناء الدولة، وستجدد إن شاء الله مع بعضنا في بلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية لبلادنا وخروج من الوضعية المتأزمة للاقتصاد اللي احنا فيها. فننتظر منكم تفاعل كبير، وسنتفاعل معكم ونتشارك مدام هناك هدف مشترك هو الاقتصاد والمؤسسة الاقتصادية. معك.